الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، معته بقول كل من قال من قال إيانا هاي وما ندرو إسحيله يبليه وما رحكاب قائل سبهنه يبينيه أو يرمو الدين رمضانا برس لرمضان تكيم السبتها عبادتي يلي بلد يدفعه نهي يقاتل تينا قرب السيني يبقى الحن إن شاء الله. هاي حديث عائشة رضي الله عنها كاتمت أنها بخاريك مسلمة دلمته نهي عن حديث لي خصفية كيه أي رحرة تهتنيه تنساكو يلي فرميت عليه الصلاة والسلام خطبسنا مهده قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هي اي روح الرب تبرينيثني وكيلي ايات تبرينيثني وكا دعاء بتاي تكبير بتاي صلاة بتاي صدقاء بيا يلي فرمت عليه الصلاة والسلام تا فرع عبادة به نهي النمو منجي يلي أمانه إنه تنينكات مبود ساي براه إنه تنينكات مبود ساي دلقه إنه تنينكات مبود ساي برس لكو كبيره كي يمي استغفار اختياقتيناي واستغفار يمجيه نهي المريض يلي تقاركين تبودسي ومسكر عنها الدنيه وارسيه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم محمد درقت نهتا ومارت تقارم بودسائية وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون استغفار بحينيه ومارت كارتونها تقارم بودسائية هل لسمح دعاء وكاكات يقتينا دعاء كادو ودعو إيه دعاء بتا إيه نميه الإمام بن قيم رحمه الله تعالى أرحك نهي نما الدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله. إيه دعاء يا محل تمتناي دي وكين كيه إس تاها منفعته تايسمي تايسيه تن دي وكي يا رما نم دعاء تسدي ويسهيني مي فهو عدو البلاء عدوه يعني هي بلاكي دلقاكي ونهتنيه تنيمكي يدافعه أما تكسو كي متركي أفل اللحطة ويعالجه وأنهن ما يكادو يفسوكي دايلا يبكي ويمنع نزوله وأنهن ما يوبك سيكاد ويوبك لا يكي هفتب يبكي هي قاله كادو التحري بمكارم الأخلاق وجميل الصفات مع صفات يالينيه نينمي مع حال يالينيه نينمي مع نسل اللي هي مع قرصة يالينيه نينمي اللي فرميت عليه الصلاة والسلام وحي أن كايتو قالوا به يقول لي سكدب بكاهي يبير لك مسوكينا مسوكينا كايتو يبير سابتيني قدام كابياكي هنيه ينساكو ووحي ضغطي كاباهي هن كابياكي هنيه وكا قد يلك كيدوريه خديجة كنتمي كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتغري الضيف وتعين على نوائب الحق أترى تحت نهتا معاني وقلت كا محمد يلي أماني إن كنا قد مبودسا أترى ملقى جزيك أنتو بقل دابن الدبوده نهي أنهم قال أترنا حتاه نهي أنهم كنتو ولي قادوا حتاه أنهم كنتو عبنات ودفنان أنهم كنتو وتعين على نوائب الحق كاتون نها قبدا بني برا برس اللي هن قبدا بني الدبودة هني هم مركا حتول هني هم ممكن نتو إيه كاه كادو تفريج الكروبا بين أذن تكو أقدر فكانة هني نمي أو سوم على سيدنا نمي حتوتا كي ولا نهتم أبلا نتككي وهم ممكن دم فعات له يا نماي صنايع المعروف تقي مصارع السوق يلي فرمت عليه الصلاة والسلام تزلك هي النهاي معاني أبانا هني نمي بين أذن تكو ومن كان يكسي ما هي تاي ومن كان بودي ما هي تاي هلوان بعد ردي ما هي تاي يعني ابن حجر رحمه الله تعالى صدقه إن أفتني ما بليه هي أنا مية وما نهورية هاي العلامة ابن القيم كاد أعرف إن هي أنا ما للصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء صدقه إن أفتني مية عجيب أفتني مية حق مزوتها هي صدقه لوقاي بلاء تتن بود وصمت أنا هي ولو كانت من فاجر أو ظالم من بل من كافر فاجرت يعني أنهم كنّي وكا ظالمت يعني أنهم كنّي وكا بل وقت تره كافرت يكنّي وكا ها صدقاء وكاتك يكي يلي سبحانه وتعالى فإن الله يدفع بها عنها أنواع من البلاء من كفتا بل يلك كالدواس كافرت يعني أنهم تكي مسلمت إنا ومنت إنا ما يكنا وهذا أمر معلوم عند الناس تمسنا من كي تاريامي هي أنا رحن دبو كنّي خاصتهم وعامتهم يرغم ريارغامي من كي كاد تاريامي هي وأهل الأرض كلهم منكرون به أرض لنا هنيه مري أهي كيرنيه كهي قده هنيه مركين تميانا هي لأنهم قد جربوه سنمي كيه تجربة لحتنيه تنحاق تكيني السابطة كاد قاله كاد عالح كينمي
في الصدقة فوائد ومنافع صدقة من قوه فوائد له من قوه منفعت له لا يحصيها إلا الله يلا ريويه كيسي ننتاري مهن فمنها أنها تقي مسارع السوق تقتنت يتكيابه نهي وكا إسي نم أمان لنكيسي ما هيدا أمان لنكتوها قرد مكايا لسران كابا حالسي نهتنيمي ورابرس لها حاجي دي حوية أصبع مانكية لسران كابا وتدفع البلاء حتى إنها لتدفع عن الظالم ظالمت هنيه أنه من بحه ذلك الصدقاء هنيه وكا وصدقتي اللي بلقى حتىها إيا نميه نمد لنمي شهر الصدقاء يلي فرميت عليه الصلاة والسلام من قوحت عن صدقاء إدابك إن رمضان اختنيه أرمضان أتاكا للنهر عن المعيه إيا نماي برسل أو برسل حالة تنني دارك وكيك سعري فيه أمتا أبرتك تحتنا الدرو وما نمحو الطلب أنه الرسامة يلي سيه وفقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.